على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري على ألسنتنا ما يرضيه عنه، وأن يجري على أسماعنا ما يرضيه عنه، وأن يجري على أبصارنا ما يرضيه عنه. يعني بدل ببدء أشكر الله سبحانه وتعالى أن جمع بيني وبينكم هنا على علم ينتفع به. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لنا مسلكا إلى الجنة. اللهم آمين. في البداية أنا هنيجي نتكلم نقول هذه الآية من سورة الرعد، رب العزة سبحانه وتعالى يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. الآية دي يد عمومها لكل ما ينفع الناس، يعني مش هنيجي نقول نختص ما ينفع الناس، لابد أن يكون في المجال الصحي أو المجال الديني أو المجال ده، لا، كل ما ينفع الناس يمكث في الأرض أي يظل إلى يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى وضع سنن لهذا الكون. سنن الكون كل ما ينفع الناس يظل قائما الى يوم القيامه. والزبد كل ما يضر الناس، لذلك جعل الزبد عكس ما ينفع الناس، يعني الاثنين عكس. الزبد يعني ما يضر، بدل ما الملك سبحانه وتعالى يقول ايه فاما الذي يضر الناس، لا، اللفظ القراني لفظ راقي وفي سموم، فيشير لما ينفع الناس بالنفع الجبالك، انما اللي هيضر بيقول لك زبد. اللفظ التقدم القراني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى كلامه كلام معجز. فجعل ما يضر الناس جفاء. لذلك في المجال الطبي نجد الوان كثيره من الاشفيه، نقول اشفيه محرمه. كلمه اشفيه النبي دي انها شفاء ولكنها حرام. يمكن نقول تلت الطب القديم حرام، تلت نضيف له بقى، ودلوقتي بعض الناس بيحاولوا يحيوا هذا الطب الفاسد، ولكن هو جفاء فيذهب، لابد انه يذهب. زي اللي بيحاول دلوقتي يحيي مثلا العلاج بالسحر. استاذ في كليه الطب جامعه القاهره بيقول لابد من تدريس السحر لطلاب الطب. هو بيتحمس لهذا المجال، يقول ان السحر امر من امر الطب المصري القديم، وبيتحمس ويعمل، بس المساله ايه؟ نقول جفاء لانه لا ينفع الناس، لازم هيذهب، لان ده بنسميها القواعد الربانيه. ربنا بيضع قواعد للكون، هذه القواعد بايدينا بارادتنا بغيرها لا، فهي زبد. بعض الناس بيتداووا بالمحرم والعياذ بالله، يعني باستخدام بعض نقول اجزاء من حيوانات، نجد هذا الكلام موجود في تذكار داوود وموجود عند النطار وموجود يعني كثير من المراجع العشبيه والطبيه القديمه، نجد فيها وسائل طبيه في شرعنا حرام. يعني يقول لك خد من الحمار الجزء الفلاني وتنشفه وتحضره وبتاع، خد من الغراب الجزء الفلاني وبتاع، خد من مش عارف البضاعه، فنجد اطعمه وحاجات اساسا ربنا محرم عليها. فربنا جعل عدم يعني اصل من اصول العلاج في الاسلام ولا تتداووا بمحرم، اي حاجه ربنا محرمها ما نتداويش بيها، خلاص؟ فالايه دي مهمه ليه؟ ان الحجامه منذ ان عرفت لا زالت عماله بنقول دليل ان هي تنفع الناس انها مكسب في الارض، ده دليل، مكسب فين؟ كل الناس عماله تتداوى بالحجامه وتتكلم وابحاث ودكتوراه وماجستير ومؤتمرات، الله ايه ده؟ لانها تنفع الناس. نذكر انفسنا كده، طبعا كلكم من العلماء والناس الافاضل، نقول وما اوتيتم من العلم الا قليلا. كلمه اوتيتم هي منا ومنحه من الله عز وجل. احيانا يظن في الانسان، يظن في نفسه انما اوتيت على علم عندي. كل واحد يفتكر انا ايه ده، انا ابدعت، انا اجتهدت، انا سافرت،
انا تعبت، انا نظمت، انا يقعد ينسب لنفسه ايه؟ لا، هو الله، الله الذي اختارك والذي اقامك. ده جزء من اجزاء العقيده احنا لازم نفهمه. الله سبحانه وتعالى بيقيمك فيه. لذلك افرح اذا اقامك الله في طاعه. افرح. ودي محتاجه، دي فرح. ان في ناس ربنا اقامهم في معاصي والعياذ بالله، طبعا ربنا ما يرضاش لحد الظلم يظلم النفس، ولكن هو اطلاع على قلوب العباد، ده معروف في العقيده كده. فيقول لك خلاص يترك النفس، فانت اوعى تظن ان العلم اللي عندك ده من عندك، لا. ان لما ادعى وقال انما اوتيت على علم عندي، ربنا قال ايه؟ فخسفنا به وبداره الارض. خلاص؟ فاحذر ان يخسف بك اذا ادعيت ان العلم ده عندك. لكن انت تقول ايه؟ من ربنا عليا، اكرمني ربنا، نفعني، اداني، اعطاني، انسب الفضل لله عز وجل. وما اوتيتم من العلم الا، ده في كلمه اوتيتم، قليلا بقى من كل العلم اللي احنا بنقوله ده، هو اقل الاشياء. لذلك لما يجي واحد يقول انا البحث الفلاني بيقول الجوانب العلميه للحجاب، اقول له لا، ده ما اوتيت، ده قليل في الجوانب العلميه، انت تعرف ايه الجوانب العلميه؟ خلاص؟ اصل الموضوع بيقول ان الارتواء الدموي هو، يا اخي هذا جزء، ده اقل القليل من الفايده. ونضرب مثل على كده، يعني جالي طفل، ونضرب الحكايه، الحكايه بتنبه شويه. جالي طفل عنده 4 سنوات كان بيمشي ويجري ما بيتحركش. الام والاب خدوه لكل دكاتره الاعصاب والاطفال، مش عارفين السبب. يعملوا تصوير للجهاز العصبي سليم. قياس عضلات سليمة. رسم مخ سليم. بالرغم من كده الطفل لا يقدر، وبعدين 4 سنوات مش هنقول يعني عنده هيستيريا بيرفض، لا، 4 سنوات لسه ايه؟ لا مشاكل ولا احزان، صح ولا لا؟ ولا فكر ولا 4 سنوات. ف وانا باخد من الام والاب التاريخ المرضي، ده مهم جدا. مع اخونا محمدين، اخونا ياسر، بقول له ايه؟ احنا عندنا مشكله في الحجامه، مشكله كبيره، وهو ما بنديش للمريض 5 دقائق 10 دقائق في التاريخ المرضي. انا ببقى داخل المريض بقى بالكاس، الكاس بكام؟ يلا يا عم نام، عايز كام كاس؟ عايز 10، اتاخر وحاطط ال 10 كاسات وخلصت. ما بسمعوش. كده بسمع الست بقول لها طب انتوا رحتوا للدكاتره؟ كل الدكاتره عاملين دمويات وحقن وبتاع، بس مش عارفين السبب. فبسألها في التاريخ المرضي ده جه منين؟ قالت والله كان الولد مفيش حاجة وزي الفل، ده حتى يومها يوم ما تعب كان عمال يجري ويتنطط، فطلعت جارتي اللي تحت مني قالت لي الولد ده عمال يتنطط كده علينا وبتاع، الولد ده مش هيهمت شوية؟ قلت لها بس أنا كنت يعني حاطط على المكتب عندي في العيادة كتاب الطب النبوي واقرا كده صفحتين حاجه استعيد بعض المعلومات. فقدر الله عز وجل ان قرات الفصل في العين وان الوضوء والواحد يتوضا، فالحديث استرجعت. قلت لها طب ما نقول للاخت دي تتوضا، احنا هنعمل له يا ست الحجامه وهنعالجه كذا، يعني كل الوسائل اللي عندنا نعملها، بس انا عايز في اصل عندنا يا ريت نعمله. هتروح الجلطة تجيب تقول لها توضي، تاخد مية الوضوء، يجلس الولد في الحمام، تروح إلى الشفشق ده، تروح إلى الأعلى، رأسه من الخلف والظهر، وبعدين تحميه عادي وتشوف راحت. فقالت لي والله بسيطة وبتاع والست طيبة، خلاص ذهبت. تاني يوم لقيتها بتتصل بيا بتقول لي يا دكتور والله الذي لا إله إلا هو، أنا مجرد ما حطيت المية الولد قام يجري. فقلت لها تعالي لي عشان تقولي القصه دي موثقه. طبعا وما اوتيتم من العلم الا قليل، احنا لغايه دلوقتي مش عارفين ايه اللي حصل، يعني التفسير العلمي محدش يعرف. كان قدر ان الدكتور عبد الجواد الصاوي جاي يزورني، هو موجود وبتاع، قلت له تعالى اشهد حاله ايه من الحالات اللي ايه؟ اللي فيها الطب النبوي. حالة علاج العين، ها؟ فالست راوت القصة أمامه، فقعد يقول الله أكبر. طب نوظفها إزاي علميًا؟
قلت له دلوقتي احنا هو اوتيتو، لكن ممكن بعد سنوات بعد ايام يفتح الله على حد يقدر يجيب لنا الايه الجانب العلمي في هذا. لكن احنا وما اوتيتم لانها نعمه من الله، يعطيها في وقت معين لشخص معين في مكان معين، صح ولا لا؟ فاوعى تظن ان انت ايه، طبعا كل واحد فيكم جاي باختلاف وجهه نظر، انا جاي اتعلم، لا انا جاي اخد شهاده، لا انا جاي عايز اخد فلوس، انا جاي، يعني كل واحد فينا ليه ايه؟ ليه هدف معلن وهدف غير معلن. بقول يا ريت نوحد هدفنا كلنا، نخليه ايه؟ من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا الى الايه؟ اللهم سهل طريقنا الى الجنه. حلقه اخرى نفس الموضوع العين ده، يمكن انا اوردتها في كتاب هي اسمه العلاج بالطاقه المنظور الاسلامي، برضه عن العين. بنت نجحت في الاعداديه طبعا الاولى، راحت بيتها نامت، صحيت سخنه، بدات الام تجد فيها بعض المشاكل، عمل لها ردتها للطبيب اللي في حي، قال لها البنت دي وديها مستشفى ابو الريش الجامعي بسرعه. راحت مستشفى ابو الريش، لقوا بدا يحصل فشل في بعض اجهزه الجسم. تاني يوم فشل تام، وحاطينها على الايه؟ على الاكسجين. فالاب بيتصل بيا بيقول لي البنت عندها كذا. قلت له الدكاتره بيقولوا قالوا مش عارفين فيروس ده، ما اعرفوش ايه السبب. قلت له طب ما طلعت الاولى بتاع حد شافها؟ قال ده المعلمه بتاعتها قالت لها انت يا بنتي طالعه كده دايما وبتاع، ده انا بنتي معاكي في الفصل وما بتجيبش. قلت لها طب كده خير، نلحق المعلمه دي ايه؟ كلها فاضي. فاتوضت المعلمه، سبت عندها دين، مجرد ما سمعت راحت متوضيه واديتها الميه. راحت المستشفى لقيت مين بيتصل بيا؟ انا ما شفتش المريضه. لقيت الدكتور المسؤول عن البنت بيتصل عليا بيقول لي ايه يا دكتور الماء المقدس اللي انت بعده؟ طبعا بيتكلم بالانجليزي، بيقول لي ايه الهولو ووتر اللي انت جايبه ده؟ والبنت بتموت. فانا التقطت بدون بيقولها قدام الاب والام يعني. قلت له ما دامت بتموت غسلها بالايه؟ بالشفشه، ده مش هتحصل حاجه. قال والله غسلوها. طبعا المريض الفقير بيعامل معامله حتى لا ادبيه من ناحيه النفسيه. قال خلاص. فالام بتحكي بقى، وحطينا مشمع تحت البنت وجبنا الماء وبدانا نصبه عليها وهي نايمه في غيبوبه كامله. قلت له والله الذي لا اله الا هو ما فرغنا من الكاس الا البنت قامت شالت الانابيب وقامت جلست في السرير كانها كانت نايمه وصحيت. والدكتور جه لقيته بقى بيتعجب، بيتصل بيا تاني بيقول لي يا دكتور المايه دي انا عايز منك ابعت لي برميل، ده انا العمر مليان كده. قلت له يا سيدي والله انا لا شفت البنت ولا اعرفهم ولا شفت الماء اللي انت بتقوله ده، ده حديث للرسول عليه الصلاه والسلام. قعدت اكلمه بقى في اسلوب الدعوه انك تقول حديث وايمانا ويقين في كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحتى البنت جت بعد ثلاث اربع ايام لقيتها جايه العياده بقى بعد ما خفت. قلت له انا اللي كنت ميته يا دكتور، لسه في حياتها. قلت سبحان الله العظيم، ما يعني عندنا كنز في الطب النبوي احنا كلنا مغمضين عينينا عنه، ان احنا لا نتداوى بيقين فيما قاله الحبيب، ولكن وما اوتيتم من العلم الا قليل. ما نعرفش ايه السبب، ما نعرفش ايه، هل في فعلا حاجه بقى من الطاقه بتاعت الحاسب بتنزل في الماء، الله اعلم ايه الميكانيزم، يعني التطبيقات ازاي، ولكن نرى الايه. ولذلك الغرب لما بيشوف حاجه زي دي يقولوا ايه؟ يقول لك يعني باللغه الانجليزيه don't tell me how it works just show me it is working. يعني ما تقعدش تقول لي ازاي بتشتغل يعني الميكانيزم بتاعها في الجسم يعني، بس وريني انها شغاله ولا لا، ما يهمنيش الايه. طبعا ده الحديث اللي قلناه، وصوت يا قصير، وده اوعى تشربوا سجاير، وكلنا نقفل الموبايلات. ومرحبا بكم في جده، عارفين ام الرخاء والشده، عارفين كده ولا لا؟ احنا خدنا في الرخاء النهارده بلاش شد. كاوينج ثيرابي او الحجامه. طبعا اخوكم في الله اهو. هي ما خدتش الشهاده. ودي المناصب اللي اسال الله سبحانه وتعالى يكون في ميزان حسناتي. بعرفكم بنفسي يعني انا رئيس الجمعيه الامريكيه للعلوم التقليديه. استاذ العلاج الطبيعي والطب البديل في جامعه القاهره، والحمد لله دلوقتي بقيت عميد كليه العلاج الطبيعي جامعه جنوب
دلوقتي في كده. كنا دي بقى ايه؟ ارض الشده ما فيهاش البيت. يعني شده ده افقر محافظات مصر كنا. فربنا يمكن ابتلاني ان اكون ان شاء الله عميد من هذا الترم، الترم الثاني. عضو الجمعيه البريطانيه للتعليم القطبي، مستشار كان اسلام اونلاين قبل ما يقفلوه، عضو هيئه اعجاز العلمي في القران والسنه مع الدكتور عبد الجواد، واستاذ بجامعه فيلنس وبونس في ليتوانيا، الرئيس الشرفي للجمعيه المصريه للتضامن الاجتماعي، ماجستير دكتوراه دراسه ما بعد الدكتوراه البرج والزماله، ومستشار سعود الالماني. والحاجه اللي بقولها افضل شهاده هي شهاده لا اله الا الله. كل ده لو ما تقلتش مع لا اله الا الله والعياذ بالله نروح النار. دي موضوعات بدرسها في الطب البديل. ليه بعملها اليوم الاول؟ عشان اعمل ايه؟ ماركتنج لنفسي. عشان يجي اخونا ياسر يقول اه والله الاخوه اللي كانوا موجودين نفسهم يتعلموا كذا دكتور. ممكن تجيب لنا تقطع تذكره وتجيب لنا تديها لنا، اقول له ماشي خميس وجمعه تلاقيني عندك. واخد بالك؟ فدي موضوعات قد تفيد بعضهم. العلاج بالزيوت العطريه اللي هي الاروما ثيرابي. كومبلمنتري اولترنتيف ميديسين ده الطب البديل كله، بس ده بدرسه بقى ايه يعني نقول في ثلاث شهور، يعني نفضل كده نيجي ونروح يعني بتاخد واجبات وبتاع، بدرس كل الطب البديل، اعشاب هاند انرجي. العلاج بالاعشاب تأهيل عصب الوجه، ودي من المشاكل اللي بتواجهنا كتير. تأهيل عصب الوجه ده في العلاج الطبيعي مشكلة، وفي الأعصاب مشكلة، وفي الطب البديل مشكلة. إن الناس اللي جالهم شلل في عصب الوجه دول كتير من الناس يقول لك اعمل له حجامة بس، اعمل له كذا، لا هو ده محتاج منظومة علاجية، ما ينفعش تعالج بحاجة واحدة. لأن العصب الوجه سبحان الله مش بيدي بس للشكل، لا مؤثر على العاطفة والحالة النفسية. بتأثر على الغذاء، انك بتاكل محتاج بقك، محتاج على يعني ليه نظام ده تعلمه لوحده وكورس لوحده. الإبر الصينية، ودي من الأشياء اللي بقول يا ريت كل اللي بيعمل حجامة يدرس الإبر الصينية، يا ريت. ليه؟ إن هتواجهك حالات هتبقى متعجب، طب أعمل الكاس فين؟ أعمل إزاي؟ طب إيه اللي ممكن أعمله مع الحالة دي؟ الإبر الصينية مش حاجة صعبة. وإن كان بعض المشتغلين فيها يحاولوا يطفوا عليها الصعوبة ولا مش عارف إيه، لا أنا بقول اللي بيعمل حجامه أصعب من الإيه؟ من الإبر الصينية كثيرا. كثيرا. بل أنا ببسط في العلوم أبسطها، ولكن في أنا بتكلم صدق. الحجامة تعد نقول مهارة أصعب من مهارة رش إبرة كده، ده الموضوع سهل جدا. والفكرة ان اعرف احدد اعمل الابرة ازاي، زاوية ميل الابرة، عمق الابرة، نقول ثلاث حاجات اهو، موقع الابرة فين، زاوية الميل هعملها زاوية متعمدة ولا 45 درجة مايلة ولا 15 درجة مايلة، وعمق الابرة يكون قد ايه. مع اختلاف الامراض تجد نفسك بتجيد هذا الفن. بقول للحجامة لازم تعرفه ان احيانا المريض بيجي لي بعدة امراض، ما اقدرش اعمل له 30 كاس زي بعض الناس اللي يعني نقول اللي ما عندهمش ثقافه علمي كويس في الحجامه، او اعمل فممكن يمرض المريض يتعبه اكثر. لا انا بعمل بعض النقاط الهامه بالحجامه، وباقي النقاط اقدر اعمل فيه ابر واجمع ما بين الوسيلتين مع مريض واحد يتحسن جدا. دي مهمه. العلاج بالكينيسيو تيب، ودوت اللي هو اللواصق اللي بنشوفها، شايفين اللزقه اللي عاملينها والقطه دي بتتعمل للبشر، بتشوف لعيبه الكوره عاملينها اللي قبل الماتش والكلام ده. الكينيسيو تيب ده يعتبر علاج سهل جدا، انا بلزق لزقه، هذه اللزقه لزقه خاصه، بس طريقه اللزق واتجاهها وكده هي دي اللي بتحدد. واللزقه دي مش زي اللزقه اللي بتاعت الصيدليه اللي كانوا يحطوا فيها زمان الشطه وكده عشان لا، وهي اسمها فيها الشطه كابس كام اللي هو الفلفل الاحمر الانجليزي. لا دي بيعملوا دي لزقه عاديه بتعالج اشياء دي خصوصا من اصابات الملاعب. النانو بوديز العلاج بالاجسام النونيه، دلوقتي النانو تكنولوجي. رجعوا في اخت اسمها ايمان في مصر بتتكلم دلوقتي عن النانو تكنولوجي، وعامله العلاج بالشريحه والعلاج بالاسوره والعلاج بكذا،
وعامل طفره في العلاجات، بعالج امراض، واحد داخل يعمل قلب تنزل له هي شريحه صغيره كده على صدره لمده اسبوع، يجي يشوفوا لو ضربات القلب انتظمت هي كده مش عارف ايه. الشريحه دي فيها حاجه اسمها نانو تكنولوجي او نانو بوديز، دي موجوده بين المعادن الاساسيه من زي الحديد والنحاس والذهب والفضه، بتتعمل الشريحه وتتحط الواحد على الجلد، بتعيد تاني تهيئه الخليه. ده اسمه مقياس ستراتفورد للتقييم الوظيفي. انا بدرس ده لاخواننا اللي شغالين في الطب البديل ككل، اللي شغال بالميزو سيرابي، اللي شغال بالازور، اللي شغال ليه ده؟ ان اغلب حالاتنا اما بنيجي نقول الحاله بتتحسن يبقى كلام سبجكتيف، كلام ايه؟ يعني كان عندي الم والالم خف، عنده صداع والصداع راح. لكن لما بيجي نوثقه في بحث علمي منضبط بيبقى عندنا فيه مشكله. ازاي اوثق نتائج؟ انا بعمل نتائج حلوه جدا، بس كل لما يجي حد يقول لي وريني النتائج اللي انت عاملها، بقعد اقول له ايه؟ المريض اتحسن، اتحسن قوي، الكلام ما بيتحولش لصوره ايه؟ احصائيات. لذلك لما رحت مؤتمر الاعشاب في باريس لقيت اغلب الابحاث المنشوره يقول لك الاقي واحد اسمه عبد العاطي. عبد العاطي مين؟ عبد العاطي ده؟ فقعدت اسال هو موجود بين عبد العاطي ده؟ قالوا لا، عبد العاطي ده عشاب موجود في الدار البيضاء في المغرب، نشر ابحاث كميه كبيره جدا. قلت لهم عايز عنوان عبد العاطي ده، فاخدته ورحت المغرب. فروحت لقيت واحد ساكن في مساكن شعبيه كده وكاتب على البتاع عطارة عبد العاطي، عطار وعشاب. دخلت مكان لا يمكنك انك تقول ايه؟ الغريب عبد العاطي ايه؟ سكان المغرب ما حدش يسمع عنه خالص. المؤتمرات في فرنسا وبلجيكا ورقه موجود، هو ما بيسافرش، هو اخ ما شاء الله، بس بيستخدم مقاييس علميه في رصد الحالات، ويجيب النتائج دي ويبعتها لايه؟ لمراكز هناك، المراكز تحولها لابحاث علميه وتنشرها. وعندهم امانه وصدق ان هم ما ياكلوش ايه؟ جهد وتعب الرجل، فتسجل اسمه ان هو الراجل عالج الحالات دي. الغريب ان اهل المغرب لا يسمعوا عنه. شوف الغريب. واغلب اهل المغرب اللي رايحين يشتروا منه فلفل اسود وكمون، يعني كعطار. واغلب الناس اللي قاعده وعامل دكك كده وقاعده شعبيه تماما، كل اللي قاعدين مرضى جايين من هولندا، من بلجيكا، من النمسا، كلهم مرضى بيخشوا له واحد واحد يديهم الوصفات ويمشيهم، هم عارفينهم منه. والوصفه بياخد فيها 30 درهم بما تعادل مثلا 25 جنيه مصري او 20 جنيه مصري. يعني كلام ايه؟ 10 ريال. واخدين بالنا؟ ليه انا بقول المقياس ده مهم؟ ان ده هينشر، يعني تتحول من ان انت ياسر تشتغل هنا بجد بتاع، لا تتحول للعالميه، ان انت بتنشر ابحاث منضبطه علميا، ودي هي الجاب اللي بنقول على الفجوه اللي بين الممارسين والنشر العلمي. انت مش قادر تنشر بره ليه؟ النشر العلمي مش بالضروره لازم تبقى دكتور عشان نفهم. لا، انا بعمل بحث منضبط منشور، وبره ايه؟ المجله عايزه مني 60 دولار 80 دولار 100 دولار حسب نوع المجله، بس اديهم ورق علمي يقرا صح ولا لا، وبقول انا عملت البحث الفلاني ولا لا وجاب نتائج المرضى الفلانيين. ده مهم للي عايز ينشر وعايز يتحقق، يعني يطور نفسه. بندي مقدمه او مبادئ الاحصاء الطبي. يعني ايه احصاء طبي؟ انا عارف اغلبكم خريجين ممكن حاجات يعني مش ريليتد للطب، ولكن الاحصاء في الطب مهم. يعني مش الضرايب في مصر خافوا يعملوها الدكاتره عشان الضرايب، يقول لك جالك كم مريض وبتاع، لكن هنا انت ممكن تيجي بعد شهر تقول انا الشهر اللي فات ده جالي كم مريض طفل، جاب مريض رجل، جاب امراه جت المركز. ايه اغلب المشاكل اللي كانت عندهم؟ ايه؟ هل يقشلت ركبه، الام ظهر، ولا صداع، ولا ايه؟ هل اغلب المرضى اتحسنوا 80% 70%؟ بحول المعلومات الداتا اللي عندي الى نتائج ملحوظه، اقدر اعمل لها تشارت واعمل صور.
واجي اشوف خلال سنه، يعني انا عندي مثلا احصاءات لعيادتي، فاعرف ان خلال شهر يناير وفبراير من كل سنه بيحصل دروب في الحالات، ما عنديش شغل، بيجي لي شغل قليل. لا خلاص بالاحصاء انا مؤمن بالرزق وكده، بس خلاص بقى لي مثلا شغال 10 او 15 سنه، يناير وفبراير معروف انها شهور النوم، ما فيش فيها شغل ايه كتير، فلذلك تلاقي سفراتي اخليها في يناير وفبراير، اعمل مش عارف ايه. ما انت المرضى اساسا دي تجربه، دي بتفيدك في حاجه بسيطه. بتفيدني ايضا لو انا عايز اعمل بحث علمي، الحالات اللي عايز اشتغلها اشوف ايه اكتر الحالات الناس بتتردد عليا، ايه اللي ايه، يعني في مؤتمر قادم بعد سنه مطلوب مثلا في ابو ظبي، طب انا الحالات اللي عندي اكتر حالات بتجيني ايه؟ ايه دي اللي اعمل فيها؟ ماجيش اختار حاجه نادره جدا واقول اعمل فيها بحث. واخدين بالنا؟ الاحصاء الطبي بيفيدك بقى في ايه؟ هتشوف المجموعات العمريه والسنيه وتحسن الحالات. لما يجي واحد يتصل بيك يقول لك ابويا عنده شلل رعاش، الحجامه اخبارها ايه معاك؟ تقول والله انا اللي جالي من سنه 2010 او 2008 لغايه دلوقتي هم ثلاث حالات، فما اقدرش احكم. ان انت بقى عندك رقم، يبقى تحويل المعلومات لارقام علميه، مش عم بقول له اه لا بتجيب نتيجه، وطب هو انت كل اللي عليك تقول ثلاث حالات وما خفوش، صح؟ ما يجي لك واحد يقول لك لا انا عندي العصب الخامس الام وتنميل في وشي وبتاع، هل الحجامه تفيد؟ اه انا 90% من الحالات اللي جات لي انا جالي 117 حاله تقعد بقى موثقه، يبقى عندك ارقام، صح ولا لا؟ طب طنين اذن، اه لا طنين اذن بتتحسن بمعدل 60%، ان انا جالي 40 عيان، يبقى انا الارقام الاحصاء الطبي ده مهم جدا. فده يا ريت يعني ايه؟ حاجة بقى بنعملها اسمها علاج منزلي، الشياتسو، تدليك المنزلي ده، تدليك ياباني. زي المريض يتعالج بيه، وان شاء الله انا بعمل كتاب اسمه العلاج بضبط الاصبع. يعني تضغط على المرض الفلاني، اضغط عليه مدة 3 دقايق كده يجيب لك فيها تحسن، عندي مش عارف ايه اضغط هنا مدة 2 دقيقة تحسن، حاجة سهلة. ان انا مؤمن ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الدواء بسيط، يعني ما جعل الله من داء الا وله دواء، وربنا الرحمن الرحيم اكيد رحمته بالمريض اكبر من اي مؤسسه علميه، صح ولا لا؟ يقين. فبالتالي جعل ايدينا هي اول الوسائل العلاجيه، عندي صداع اقعد اعمل كده، انا بعمل دي حاجه بسيطه جدا ان شاء الله تشوفها في الكتاب القادم. العلاج بالالوان، وده يمكن اول بحث نشرته في مجله الاعجاز العلمي، بعمل بحث العلاج بالالوان من وحي القران، يعني بتكلم فيه عن اللون واثره على الانسان، اللون وليه ربنا جعل اللون له قيمه في القران. واخدين بالنا؟ ربنا ليه خلق الدنيا ملونه ما خلقهاش ابيض واسود؟ ده اسئله. وليه اللون ممكن يخليني اعدني احساس بالفرح واحساس بالحزن؟ اللون يفتح شهيتي وينظم وزني، اللون هنا بقى اثر اللون، ده بحث كده جميل. العلاج بالطاقه طبعا من منظور اسلامي، هنا بحاول اوجد الجزء الصعب، يعني كنت لو تفتكروا اخونا الله يكرمه خالد عبد الله ما كان في قناه الناس، يجيب العلاج بالطاقه ويجيب اخ كده الخبير في الطاقه ده ويقعد يشتم في الطاقة واللي بيعملوها، وقلنا طبعا أنا كنت أكلم خالي أقول له هذا خطأ يا راجل، هات أستاذ جامعي متخصص. فراح جاب واحد يقول لك أنا إيه؟ خبير. أنا ودي من الأشياء اللي إحنا لابد إن إحنا ناخد بالنا منها، إن ما يجيب واحد، ربنا يقول فاسألوا أهل الإيه؟ الذكر. هو يروح يسأل لك واحد إيه؟ يقول لك أنا باحث في إيه؟ باحث في إيه؟ دي الألقاب بقى اللي هي دخلت علينا، باحث وخبير وناشط وكل الحاجات دي، الواحد هو أساسا مش تخصصه بس يقول لك أقرأ شوية كتب أو كده، طبعا لا. العلاج بالطاقة له أثر علمي ومدلول علمي، والدليل على كده الموبايل في إيدك، هو ده لو مفيش طاقة بتعرف تبعت لي رسالة بلوتوث دلوقتي، ولا تبعت لي صورة وفيديو اتصل بيا في مصر وبتاع من غير ما يبقى في سلك واصل، فده طاقة. ازاي انا اؤمن بيها في جهاز لجهاز ومش قادر اؤمن بيها انسان لانسان او جسد لجسد، صح ولا لا؟ موجوده.
بس هنا لازم نقنن جزء ان العلوم الشرقيه خصوصا الهندي والصيني دخلوا كتير من معتقداتهم في هذه العلوم، فلازم اللي يدرس يدرس يبقى عنده فلتر. يعني في اول كتاب في كتاب اليوجا يقول لك to be yogist you have to be buddhist، يعني عشان تبقى تتعلم اليوجيه لازم تبقى بوذي. طبعا لا احنا مسلمين، لا اتعلم اليوجا مش هبقى بوذي، ايه المشكله؟ صح ولا لا؟ يعني الحكمه ضالت المؤمن اينما وجدها وهو احق الناس ايه؟ بها. ما تجيش تقول لا انا مش هاخد ناخد. النبي عليه الصلاه والسلام في عهده كل وسائل العلم الحديث في زمانه تطبق بها ودعا بها، ما قالش ايه؟ لا دي بتاعت المشركين، بتاعت الكفار، ده الطبيب، لا. ولذلك احنا عندنا اصل ممكن تتداوى من الكافر، ده مش كده وبس، ده انت تسافر لبلاد الكفر تتداوى هناك، صح ولا لا؟ ده دي الاشياء اللي فيها ايه؟ ما اختلف فيها لا عالم سلف ولا خلف، انك تتعلم وتتطبب على ايد ايه؟ ولذلك كبار المشايخ والعلماء وده تلاقيه رايح المانيا، غير مصر، رايح مش عارف ايه، يعمل دعابه في قلبه، رايح ما عندوش غلط، مش حاسس بحرج في هذا. ليه احنا لما نيجي ناخد معلومه من صيني او هندوي يقول لك لا ويدخلوا لنا ويعملوا، لا يا اخي. المفروض ان احنا فعلا واحنا بندعو نقول نفهم الناس ان موضوع خلط اللبن مع اللحم مش حرام ومش وصحيا مش وحش، ولكن ده موجود عند مثلا اليهود في الأطعمة الكشر محرم خلط اللبن بالإيه؟ باللحم، يعني ما ياكلوش خالص مكرونة بالبشاميل أو كده. إحنا ناكل، إحنا عندنا دي مش حرام في ديننا، صح ولا لا؟ فلازم نفهمهم. ما أجيش أنا أطلع أقول علم الميكروبيوتكس إياك وخلط اللبن باللحم، أنا لازم أعرف مصدر المقولة دي جت منين؟ دي جاية من كتب الكشر، العلاج اللي هو الأطعمة الإيه؟ اليهودي، وده معتقد عند اليهود. طب ما عندهم معتقد في الغذاء اللي بيحرموا لحم الابل مثلا، لا احنا ما عندناش حرام، صح ولا لا؟ مفهوم ان احنا حتى واحنا بندرس ندرس اصل كل كلمه ومعلومه جت منين. العلاج بتدليك نقاط ردود الافعال اللي هي بقى الوجه اللي هو الاير والفيس ريفلكسولوجي، الهاند ريفلكسولوجي اللي هو تدليك نقاط ردود الافعال في اليد، القدم، ويمكن من اشهر الحاجات اللي الناس بتبقى عارفاها تدليك القدمين، تحريك الفقرات، وده اللي يسموه الكايروبراكتورز، ودول كتروا اللي هم بيشتغلوها بدون علم. يعني يقول لك عندنا راجل في صفة اللبن بيحرك الفقرات، هو بيشتغل ايه؟ يقول لك فلاح. عندنا راجل مش عارف فين، ده ولا درس تركيب الفقرات ولا يعرف ايه، ماشي عمال يطقطق في الظهر ويقول لك هو ده العلاج بالنسبه له، لا لازم تاخد على اسس علميه. الميكروبيوتكس ده الانظمه الغذائيه، انا مريض سكر ياكل ايه؟ مريض ضغط ياكل ايه؟ ياكل ايه لكل مرض؟ عالج المرض ازاي بالغذاء؟ يسموه العلاج بالغذاء. وده دلوقتي في العالم كله فرع من الفروع. نبدا باذن الله في العلاج بالحجاب. معلش المقدمة كانت ايه؟ طويلة، ولا زلنا دي اسمها المقدمة الأولى. أنا عامل زي ابن خلدون، عارفين ابن خلدون ولا ما تعرفوش؟ معروف، عمل كتاب سماه ايه؟ التاريخ. وبدأ الكتاب بالمقدمة، اشتهر المقدمة عن الكتاب، لأنه كتب في المقدمة كل أصول تاريخ هيبقى ماشي ازاي؟ العلاج بالحجامة، في عنده مقدمة ثانية، خدوا بالك. بس دي صوت كده، لا اله الا الله، خبر عاجل، انفجار طائرة ركاب. الكونكورد الفرنسية. على متنها 280 راكب. ايه الكلام ده؟ خبر عاجل، تحطم طائرة ركاب على متنها 280 راكب اليوم التالي على التوالي. اذنوني؟ روح عزمنا. السلام عليكم. الحمد لله. معلش انا في كورس يا اخي، كلمني كده على المغرب بعد اذنك. ماشي يا اخي، ان شاء الله.
معكم طائرة الركاب على متنها 280 راكب اليوم الثاني على التوالي. مسلسل تحطم الطائرات مستمر. انا عايز اقول ان كل يوم في طياره بتقع، لو انت تفتح كده الاخبار تقرا كده ماشي، فلقيت 280 راكب في 365 يبقى 102200 راكب ده في السنه. ده تقريبا السؤال، هل تقدم على ركوب طياره بعد معرفتك لهذه المعلومات؟ في حين عندك وسيلة نقل سهلة، يعني انت بتروح المدينة مثلا بالطائرة متعود، فعمال كل يوم تسمع في طائرة ركاب وقع طائرة ركاب، عندك بقى وسيلة انك تاخد الفان او ان شاء الله القطر اللي تعمل، فعندك وسائل كثيرة. هتقدم على ركوبك الطائرة ولا تاخد وسيلة أخرى؟ ده السؤال. اتفضل. عشان قريت الإحصائية قبل كده. إحصائية حوادث السيارات أكثر من الطائرة. احصائيه عدد القتلى في حوادث السيارات اكثر من الطائره. نعم. حضرتك تطلع الطياره انت في رهيب بقى، انا جبت ناس على الطياره. اتفضل حضرتك. انا ساعه يعني قبل كده كنت مضيف طياره. اتفضل. تعالى بقى بيدي مثل عشان الناس كلها شرق، انا جايب موضوع عشان تقولوا كده بالعكس بقى. اتفضل تطلع الطياره. اه كلكم في رهيب. انا عايز اقول حاجه، مش الفكرة إن أنا أطلع الطيارة، وبنقول لنفسي البشرية لو في قدامنا طريق، الطريق محفوف المخاطر وطريق آمن، أغلب الناس تاخذ الطريق الآمن. خلاص مش بقول أنتوا، أنتوا ناس إيه مش همامكم يعني إيه فدائيين، يعني يقول لك أنا أطلع بأي حاجة مفيش مشكلة. لا أنا بتكلم الطبيعي نورمال، يعني في ناس نورمال وناس سوبر نورمال. الناس النورمال يقولوا إيه؟ لا انا مش هطلع طالما في وسيله ثانيه سهله، وان اركب الوسيله السهله. صح ولا لا؟ احنا بنقول ده لو طياره بتتحطم كل يوم 280 يعني 102200، بنقول طب ما لو بالك الرقم 180000 مش 102000، 180000 دول بيموتوا نتيجه ايه؟ نتيجه السايد افكت للدواء. انا عايز اطلع اقول ايه؟ طب انا عندي وسيله تانية في الطب البديل اسمها الحجامه، بدل ما 180000 بيموتوا في بلد واحد اللي هي امريكا نتيجه السايد افكت للادويه، خصوصا عندهم معايير قاسيه، يعني الفود والدراج ادمنستريشن بتاعت امريكا بتديك معايير شديده الايه يعني التشدد، ما بالك انت لو عايز تدور على وسيله سهله وسيله امنه، فاللي موجوده فين؟ في وسائل علاجيه اللي احنا ايه اسلفنا الكلام عنها. خلاص؟ طبعا بقول ان نشرت مجله الجامعه الامريكيه عام 95 عدد الموتى من جراء مخاطر الادويه والممارسات الطبيه بيساوي 4 أضعاف القتلى من حوادث الطرق والعنف. بنقول ان في البحث موجود اكثر من 7000 مقال في الميد لاين اللي هي بتاعت مشهوره عنه. بحث علمي عن طبعا من سنة 66 لغاية دلوقتي عن الأخطار الطبية للأدوية والوسائل العلاجية الحديثة. أهم أسباب الوفاة في أمريكا أمراض القلب نمرة واحد، مرض السرطان اثنين، ثالث حاجة الأخطار الطبية عفوا أضرار الأدوية، ثالث حاجة أخطاء طبية توصيف الدواء. بنقول ان امريكا بتصرف 76 بليون ده سنة 95، ما بالنا دلوقتي بعد 20 سنة بنصرف كام؟ دول على الأدوية. مخاطر صحية داخل المستشفيات، بنقول جامعة هارفارد اللي هي نمرة واحد في العالم، بنقول ان 36% من المرضى المتوفين عانوا من أخطاء طبية داخل المستشفى. ما بالك مستشفياتنا إيه؟ يعني اللي يطلع فيكوا عشان بس بيجي واحد يقول لك يا عم الحجامه دي بتاذي، الحجامه اقول له بس على رسلك قبل ما تخوض في هذا المجال. يعني انا بالمناسبه عملت المحاضره دي قدام منظمه الصحه العالميه. يعني قلت لهم ما طبعا عاملها بقى انجليزي ومنظم لهم المجموع، بيتكلموا الراجل مدير المنظمه كان قاعد، قال له دكتور امير بقى انت كده ستوب، انت عايز تخلينا نسيبنا في الطب؟ قلت له لا انا بس بتكلم ان انتوا احيانا بتهاجموا الوسائل العلاجية
الآمنة اللي احنا بنقولها وبندعو ليها، وعمالين تدوا بتعظموا من قيمة الوسائل العلاجية الطبية بأبحاث، مع انكم غفلانين عن ان ده في نقول مستشفى نمرة واحد في العالم. نمرة واحد يعني ايه؟ يعني مفيش بعدين. ده جامعة هارفارد دي رقم ايه؟ واحد. بيحصل ان 36% من اللي ماتوا في المستشفى ماتوا نتيجة اخطاء طبية. رقم كبير. ما بالك مستشفياتنا احنا الستاندردز بتاعتنا اقل بكثير، صح ولا لا؟ اقعد اقول لك الله يرحمه وده خلاص ركبوا الطياره، لا احنا بنتكلم كلام علمي هنا، صح ولا لا؟ لذلك هنجد بقى مخاطر داخل مستشفيات، اعاقات، لذلك في كتب ينبغي ان احنا نقراها. اول كتاب وده بيكلمنا عن الاف دي اي، منظمه الفود والدراج ادمنستريشن، الغذاء والدواء الامريكي. الكتاب ده بيتكلم عن البيزنس اللي جواها. يعني مش معنى ان يجي يقول لك الدواء الفلاني ده كويس تاخد انت ومسلم، لا ده هم بيعملوا بيزنس من وراه. بيزنس بينا بيتاجروا بالبشر. الكتاب ده بيوضح. الكتاب الثاني اسمه سيلينج سيكنس. بيع الداء مش بيع الدواء. سيلينج بيع، سيكنس الداء. بيع الامراض، بيبيعوا لنا امراض في ايه؟ في صوره ادويه. لذلك انا تحديت بعض شركات الادويه قلت لهم لو انتوا عندكم مصداقيه نزلوا النشره اللي جوه الدواء بخط مقروض. النشرات اللي بتتكتب بتتكتب بخط لا يرى بالعين المجرده ولا بنضاره زي بتاعتنا دي، لازم نضاره معظمه. يقعد يكتب لك كلام كتير جدا عشان تمل. انا يهمني ايه؟ اقعد يقعد يكلمني الفورمولا بتاعتها ايه ومركبها ايه؟ انا راجل بشتري الدواء ما يدينيش. انا تعالى قول لي اختار الناتج عن الدواء ده او السايد افكت بتاعه ايه؟ بتقولي بخط اقراه. كتير مننا ياخد دواء ويجي عنده مثلا يدخل الحمام يلاقي احمرار في البول، ما يعرفش ان الاحمرار البول ده ناتج عن الدواء اللي خده. ممكن يروح لدكتور جاهل بقى ما يعرفش يقول له لا بتاخد دواء تاني لاحمرار البول، ما يعرفش، ما سالوش انت الدواء اللي بتاخده ده ايه؟ صح ولا لا؟ احنا بنقول لابد من التروث اباوت دراج كومبانيز، حقائق او الحقيقه حول شركات الادويه. لو دخلت وكتبت كده باير سكاندل، باير شركه باير اشهر شركه في الادويه في العالم اللي هي بتبيع ايه؟ اشهر دواء ايه؟ باير. اه يلا مين يروح؟ لا يعرف ياخد 5 ريال. شركة باير. شو اسمه باير؟ لا باير ده عم فايزر. فايزر. لا انت كده تدفع 5 ريال. ندفع. طيب. باير مشهور جدا. باير اشهر حاجة باير بتبيعها الاسبرين. اسبرين. يقول لك اسبرين اطفال، اسبرين مش عارف ايه الاسبرين. استأذنكم معلش. والله انا اسف والله. السلام عليكم. اتفضل كده. الله يكرمك بقى. طيب انا هكون المغرب هناك ان شاء الله، انا بس في كورس دلوقتي. ان شاء الله المغرب نشوفها. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. لما نيجي نقول التروث اباوت دراج كومبانيز، لما نيجي نكتب بس على النت على اليوتيوب باير سكاندل، سكاندل يعني فضيحه، فضيحه شركه باير، انا اجد حاجه غريبه جدا. باير كان بتعمل دواء اسمه فاكتور 8، فاكتور 8 ده اللي بيدوه للاطفال اللي عندهم هيموفيليا اللي عندهم نزيف. حقنوا الولاد بفاكتور 8 موجود واخدينه من دم مصابين بالايدز، فالاطفال بقوا يصابون بالايدز. فالفضيحة نجد اللي مسجلينها المدير شركة باير وهو ممسوك بيكلم القاضي الفدرالي يقول له انتوا حقنتوا الولاد بالبتاع؟ يقول له اه. يقول له طب انت التشغيلة كنت تعلم ان التشغيلة اللي فيها المصابين المتبرعين هناك بيروحوا يتبرعوا فلوس. انا مزنوق معايا محتاج فلوس، اروح رايح على ايه؟ بنك دم بايع دمي واخد فلوس. فاللي بيروحوا يبيعوا دمهم دول اغلبهم المدمنين ويبقى عنده ايدز، ما يهموش، هو انا عايز الفلوس وخلاص. الشركه وهي بتفحص الدم عرفت ان في ايه؟ ايدز، بس مش عايزه تبوظ الخلطه.
قالت يلا ما العيال كده كده ميتين اديهم. بعدين عشان يعني راح باعوها فين؟ خارج امريكا عشان ما يبقاش عليهم. فما اتفضحوا الراجل مدير الشركه يقول بالبنط العريض يقول لك انا لم ابيعها داخل امريكا. يعني انا اللي يهمني الطفل الامريكي سليم. فالراجل رد عليه القاضي قال له لا انت بس مش مجرم، انت مجرم ضد الانسانيه. فالتاني يضحك يقول انا يهمني ابيع، انا ما يهمنيش الصحه. يهمني ايه؟ ابيع. لذلك احنا لما نيجي نتكلم احيانا اللي شغالين في المجال الصحي او كده يزنقك انت في كورنر تدافع عن نفسك. لا انا عايز الواحد يبقى عارف هو ازاي يتكلم. انت يو ار نوت سيلينج سيكنس، انت بتبحث عن علاجك اخراجي، بتخرج حاجه من جسم العيان. انت لا بتحقنه بايدز ولا بتديله ما، انت بتديله حاجه علاجيه. يبقى الكتاب ده حلو يا ريت تقروه. كتاب اسمه ديزيز هونجر، ده بيتكلم ازاي الدكاتره وشركات الادويه تجعلك مريض. الكتاب ده حلو. ليه بيتكلم عن ايه؟ يقول لك في مراحل في حياه الانسان طبيعيه. ليه شركات الادويه تشعرك انك مريض؟ يعني المرأة في سن الوقار ينقطع الحيض عندها، يبدأ يحصل عندها تغير في الجسم. أمهاتنا بيحصل معها، حصل معاها كده. ليه شركات الأدوية تقول لك إيه؟ أنا هديك دواء تحسن ال بيسموها الميلوبوزال سيندروم. أنت سن انقطاع سن الطمس عند المرأة بيحصل تغيرات فسيولوجية. كلمة فسيولوجية يعني إيه؟ طبيعية فسيولوجية. انا اديها دواء علشان هذه التغيرات؟ لا. فشركة واحد مات ولاده اثنين ومراته في حادث العبارة مثلا، طب مش ده لازم يكتئب طبيعي ويزعل؟ انا عايز اسألك انت تزعل ولا انا ما زعلتش؟ عندك مرض صح ولا لا؟ طب ليه شركات الادوية تديله ادوية ضد الاكتئاب؟ صح؟ هو المرض هيحس انه حزين، ياخد له كام يوم، الحزن يقل، الناس تواسيه، لان هم عند الله من الشهداء، المشايخ يجوا يواسوه، بتاع يبدا يتقبل الصدمه، خلاص. انا ابدا اديله ادويه مضاده للاكتئاب، يفضل 20 سنه ياخد ادويه مضاده للاكتئاب. يبقى شركات الادويه بتحوله لايه؟ لمريض، مع ان اللي عنده تغير طبيعي. طب اجدادنا كانوا يعالجوا الحاجات دي ازاي؟ طبعا اللي بيجي له اكتئاب نقعد نكلمه عن الصبر والرضا والبتاع، ويا اخي ده سبع خطوك الى الجنه، ونسال الله ان يكون حرص ليك على الصراط. عندنا في الدين كده. وما نيجي نتكلم نقول له طب تعالى بقى، اللي عندها سن الوقار ده بيكون ده تغير طبيعي. وانا بدي للشاب دواء اما يبلغ، بدي للبنت دواء اما تبلغ. لا ما انتش محتاجه للدواء ده، اسمه تغيرات فسيولوجيه طبيعيه. بيجي واحد زي حالاتي او زي اخونا او بتاع يبدا شعره يخف، ان عنده صلع وراسه. شركات الادويه تشعرك ان الصلع ده مرض وتبدا تبيع لك دواء، والتاجر عليك ان ده مرض، انت ما عندكش، ده مش مرض. واخد بالك؟ ده طبيعي، ده فسيولوجيا انا شعري بيقع. لون البشره فضلوا يدخلوا يشعروا الناس ان هم مرض. لذلك اكتر الشركات الان بتبيع لاشياء مش مرضيه. يقول لك هفتح لك البشره درجتين يا اختي، يبقى هي كده نفسها تبقى بيضة. طب نقول لها مين اللي قال ان البياض احلى؟ صح ولا لا؟ حطوا في عقولنا ان الابيض هو الافضل. طبعا احترام للبيض، البيض حلوين مش وحشين، بس انا بقول ايه؟ يعني عشان ما نزعلش ونقول الايه؟ مين اللي قال كده؟ يقول لك لا خلي بس لونك يفتح شويه. مش كده وبس. البيضة ادوها شعور ان لونك لما يبقى برونزي احسن، هنعمل لك تاننج ولونك يبقى غامق سنه، بحيث يوصلوا الانسان لعظم الرضا. فازاي يشعروك انك مريض وانت ما عندكش مرض؟ هو ده ان هم حسبوه. قالوا احنا هناخد منك من مرتبك لما توصل لسن 40 سنه هتاخد منك 10% من دخلك، لما توصل 50 يبقى 15%، اما توصل 60 هناخد 70. يفضل كده لغايه ما انت تكبر تلاقي عندك كيس دواء او شنطه دواء قد كده،
تصحى الصبح تقعد ساعة راس والظهر مش عارف ايه والدواء كله عمال يشتغل عكس بعض. ونسي الدكتور او تناسى اللي يقول لك ايه لما تيجي تاخد القرص ده ما تاخدوش مع ده ان الاثنين بيفصلوا بعض لازم بعدين ساعتين. صح ولا لا؟ يبقى لازم الكتب دي نعرفها. هنا ده كتاب اسمه ميديسين ده بيتكلم ان يفضل وراء المريض لغايه لما يموتوه. يعني لغايه لما يموت يفضلوا يتاجروا بيه. تروح عندك خشونه، طب الخشونه طبيعي تاكل في المفصل نتيجه استعمال. يقول لك لا غير المفصل، تروح تغيره، بعد ما تغيره شويه، المفصل التاكل اللي انت ركبته لازم تغير مفصل تاني. اعمل شريع، اعمل دعابات، قلب مفتوح، اعمل، المهم يفضل البيزنس عليك ما بين ايه؟ كانك محتاج سوسته لكل جسمك هيفتح ويشيل ويركب. طبعا برضه الكتاب فاكسينز التطعيمات هل هي حقا امنه؟ هم اللي في الغرب بيقولوا كده مش انا اللي بألف الكتب دي. يقول لك هل التطعيمات اللي بتطعم بيها ملايين الاطفال؟ نضرب مثال على كده ويمكن المثال ده يعني قاسي. عملوا نقول بعض الدعاية ان العراق فيها الجمرة الخبيثة. عارفين الانتراكس. وقال لك يا جماعة العراق فيها اسلحة كيماوية، لا ده اسلحة بيولوجية اسمها الانتراكس. الجمرة الخبيثة. فلا بد من تطعيم كل الجيش الامريكي اللي هيسافر العراق عشان تشوف الكذبه الكبرى. الكذبه الكبرى ان الشركه اللي فيها الماسك كان السهم فيها ب 50 سنت يعني بنص دولار. اول ما بدا التطعيم اعضاء الكونجرس اللي اصروا كده اشتروا كل اسهم الشركه. فهموا اللعبه ازاي؟ ولا يهمنا المواطن الامريكي ولا العسكري ولا اي حد. من الفلوس. يعني الكونجرس قبل ما يطلعوا القانون بتاع تطعيم الجنود راحوا اشتروا كل اسهم الشركه بتاعت الايه؟ التطعيمات دي. وراح العسكري هيسافر طلع بقى القانون ده في انتراكس والصحفيين اتكلموا كله خد فلوس عشان يعملوا يروجوا لهذه الاكذوبه. هنطعم كل اللي رايحين ايه؟ الخليج. فدوهم كل مضادات للجمرة الخبيثة. راحوا العراق قال لك لا العسكري ما يقعدش هناك أكتر من ست شهور. هو الفكرة مش حبا في العسكري. حبا إن العسكري هيرجع ال 100,000 يرجعوا يروح بدلهم 100,000 تجيل الطعام و100,000 و100,000 لغاية ما طعم 2 مليون عسكري. 2 مليون متخيلين الرقم؟ حتى الاحتياطي طعموه. طلع في الآخر ما فيش جمرة خبيثة. لا بس سعر السهم من 50 سنت بقى ب 75 دولار. الفلوس دي راحت في جيوب مين؟ اعضاء الكونجرس اللي هم اشتروا الاسهم. فاهمين القصه ازاي؟ هل ده يهمه بقى العسكري اللي جه من التطعيم تعب ولا بتاع؟ العسكري ده يتعالج ها؟ لكن ما يهموش، واللي يهمه ايه؟ الفاكسينز بيع. موضوع والله مش والله يا اخوانا تجاره، لا انا بتكلم ده في السياسه ولا تجاره، بزنس. بريسكريبشن فور ديزاستر. ده كتاب حلو قوي. يعني من اربع خمس سنوات نزل كده بحث قال لك الفايروس ده من اسوأ الامراض اسوأ الادويه مضاد للروماتيزم والالتهاب. فمنعوه من الاسواق العالميه. الكاتب هنا الجيري ده يقول يا جماعه طب الفايروس هو نفسه مكونه السليبريتس والباكسير الاثنين زي بعض هم المكون واحد. اللي عمل البحث عن الفايروس وطلع ان الفايروس مضر منعوه من الاسواق. طب السليبريتس ليه ما منعتهوش؟ هو ده الكتاب محوره كده. احنا عملنا ابحاث وجدنا ان الفايروس بيجيب جلطات دماغيه وسكتات قلبيه طب ليه ما منعتوش الباقي؟ ولذلك يقول لك ايه حتى الدواء ما بيصدر قرار بمنعه في الغرب يدوله فتره سماح سنه لغايه اما المخازن تقل يتباع في الدول الاخرى. يعني يتمنع في اوروبا وامريكا بس في بلادنا يقول لك لسه بندرس لغايه ما يكونوا ايه بتوع الماركتنج ونزلوا على الدكاتره ويديهم بامفلت ويديهم ساعه ويديك ساعه حائط ويديك مقلمه
تعرفين اللي بيبيعوا كده دول؟ تشوفوهم اللي بيروحوا العيادات فكرة عايز يبيع المغسول بتاع الدواء اللي هيتمنع فيخلص منه. بوليتكس ان هيلينج بيقول لك بقى السياسة في الشفاء ازاي، يعني بيعملوا قوانين علشان يمانيبوليت ده ماف ميديكال مافيا، كتاب المافيا الطبية، الكتاب ده حلو قوي ومترجم على النت. ده يقول لك لما تروح مستشفى هناك لازم يشغل زي ما احنا بدأنا هنا في بعض الناس يعملوها، تروح انت المستشفى عندي الم في الركبة يقول لك روح اعمل لي اشعة، تروح لبتاع الاشعة يقول لك لا روح اعمل تحليل، روح لبتاع التحليل. ده مافيا بقى، يعني هم مجموعة بيشغلوا بعض، وبعدين ترجع تاني للدكتور اللي عمل لك، طب اعمل لك دعاء، اعمل لك منظار ركبه، اعمل لك مش عارف ايه. المهم يفضل يعمل بزنس من ورا الحاله بتاعتك، مش الهدف علاجك ولا هدف مافيا، مستنزف فلوسك، مش فلوسك وبس، ممكن فلوس الشركه او فلوس الانشورنس. ومن المقاسي كلمه انشورنس يا جماعه، ان انت تقول ايه انا ما بدفعش شيء، شركه التامين اللي بتدفع، انت غلطان، شركه التامين انت اللي بتدفع. جزاك الله خيرا. بارك الله فيك، اللهم احسن اليك، قولوا امين. امين. عايزكم تصحصحوا كده، انتوا نمتوا ولا ايه؟ بارك الله فيك. شربهم وصحصحهم احسن، الزباين عندنا ايام. نعم فندم. يعني ايش انطباعي انا الكلام اللي انت قاعد تقوله؟ ما حصل مش هاخد ولا حبل ولا دولار. الله يبارك فيك. وده الصح. هذا الاحساس اللي وصل. والله هو ده نفسه بس انا ضد المواد الكيميائيه والله يكرمك، على الطريقه الطبيه مهما حصل. والله يبارك فيك. هنفتح بعدين، انا استاذن اخونا الله يستريحك، الله يجازيك خير. هنتكلم، هندي فتره للكلام، بس انا عايز اخلص المقدمه الثانيه دي عشان هنبدا بقى الحجامه. بس والله فعلا انا وصلت الفكره، عايز اقول له اوعى احذر الدواء فيه سم قاتل. خلاص في فيلم زمان في مصر عملوه كده، يقول لك الدواء فيه سم قاتل حقيقي. The claiming our hills. ازاي ان الميديكال بيحصل فيه، الكتاب ده بيتكلم عن حاجه غريبه قوي بيسميها التفاوضات الداخليه ما بين شركات الادويه والتغذيه. معنى ايه؟ شركه منزله عطار ليبيتور، ليبيتور ده اللي هو مضاد الايه؟ للكوليسترول العالي. عايزه تبيع الدواء ده، فتروح جايه دافعه مثلا مليار، اسمها الرقم، مليار دولار لحاجه اسمها مصنعي الغذاء السريع الفاست فود. تيجي الماكدونالد وبرجر كينج وبتاع في امريكا يدولهم مليار دولار. مليار ليه؟ يزودوا نسبه الدهون في السندوتشات. فاهمين؟ والله يعني هم يدفعوا مليار، هو هناك في حاجه اسمها اتحاد مصنعي كذا، اتحاد مصنعي كذا. في اتحاد لمصنعي اجهزه الشيب. فالشركات اللي هي بتعمل اجهزه الجيم والابروكر والتريد ميلز والعجله وبتاع، يقول لك احنا الشغل نايم. الناس بدأوا يبقوا صحيين في الأكل ولا إيه؟ طيب ادفعوا لنا مليار كده دعم للأغذية عالية الدهون. تروح أنت وأنا كنت أستغرب قوي، أروح أدخل المحل هناك في أمريكا حاجة عجيبة. تجد مثلا الكيلو الفراخ اللي هو الدجاج الورك، الورك ده اللي هو بيبقى مليان فات، 29 سنت. 28 سنت كيلو. تقول يا رب ايه ده كله ده؟ البلد دي رخيصه. تروح ماكدونالد اللي هو اكل الفقراء، كانوا بنسميه في امريكا اكل الفقراء. مش زي عندنا هنا تلاقيه واقف بقى يشتري، يديني واحد ماكدونالد عامل نفسه ان هو ايه؟ اليت يعني، واحد غني. فلا هناك الماكدونالد وبرجر وبتاع ده اكل الفقراء، سبويز والكلام ده. فانك تخش المطعم تلاقي يقول لك دبل تشيز، مش عارف ايه، ومعاه بيكون ومعاه كذا وشرايح، كل ده ب 99 سنت. ومعاه الفرايز وماكس بيبسي، كل ده ب 99، ما جابش دولار، ارخص من بلادنا بكتير. بس السندوتش ده اللي انت بتاخده ب 99 سنت مدفوع عليه كمان دولار اللي هو الثمن الفعلي، مع
من شركات بتوع اجهزه الجيم، عشان انت هتاكله بعد شويه هتروح الجيم عشان تخزن او هتشتري جهاز في البيت. فهم يبيعوا طريقه بيسموها الطريقه الدائريه والكليمنج او يخليك ان انت هو بيجيب مصادره من اماكن اخرى، وده دور الاعلام هناك. وخش انت في فيلم تلاقيه قاعد ماسك بتاعة البرجر قد ايه ويجيب لك المحل وبتاع، طبعا دي كلها شعور عندك تحب تاكل زيه. ويعملوا لك حاجه اسمها ثقافه الماكس بقى، الاكل اللي هو الكبير ماكس، يعني حاجات الايه؟ الجاينت فود. ياكلك كميه كبيره بس انت هتدفع ده الدواء اللي بيطور بتاع الكوليسترول، وهتدفعه بعد كده فين؟ يعني الاكل الرخيص اللي انت اشتريته انت هتدفع الفلوس بتاعته تاني، بس هتدفع على الشركات اللي هتبيع لك جهاز الجيم والريجيم والادويه اللي بتنزل الوزن وكده. ف اوعوا تظنوا ان الناس دي بتبيع لك الحاجه كده، لا. لذلك دور الاعلام خطير في الترويج لهذا. انت عارف اديك مثال بسيط جدا. الاعلام انا درست ميديا عشان بعمل برامج، فرحت خدت في امريكا حاجه اسمها كورسات ميديا. فاكتشفت ان الاعلام ما بيجيب لك صوره ولا بيجيب لك كلمه الا وراها مغزى، يغرس في دماغك حاجه معينه. طب بمعنى ايه؟ العالم قام وهاج وماج ضد التدخين، وقال لك شركات التدخين وبتاع، فعشان يكتروا عدد المدخنين يروحوا جايين دافعين مثلا اللي هم مصنعي التبغ في امريكا بتصاعد المزارعين وكده، يجمعوا لهم مثلا 2-3 مليار دولار. هم عاملين صندوق ياخدوا 2-3 مليار ويروحوا لبتوع هوليود يقولوا لهم اعملوا لنا 3 افلام روجوا لنا ترويج غير مباشر للتبغ. يروح جاي واحد منتج عامل فيلم واخد فلوسه وهو مكسبه خده من شركات التبغ، يقول لك ما في مشهد الا والممثل او الممثله ماسكين سيجاره بس، هو ما قالكش اشرب صح ولا لا، بس الممثل المحبوب عندك بقى عمال كل ما يفكر ماسك السيجاره ويعمل لك مش عارف ايه وعمال، فاهم انت؟ في اللا شعور عند الشباب عايزين يقلدوه، لقوا الموضوع ماشي معاهم، بقوا مصنعي البناطيل الجنس يدفعوا لهم 2 مليار لهليود، كل الممثلين والممثلات لابسين جينز في الفيلمين 3 اللي جايين، ويمشي بكاميرا على البنطلون وهو ماشي بالجينز وبتاع، لقوا نفسهم بيبيعوا، وده بيسموه اعلان غير مباشر بس بيشتغل في الله شعور عند مين؟ القهوه الامريكي والبرازيلي اللي بيبيعوها هناك مليارات. فعشان يبيعوا قهوه يقول لك هشوف كم مشهد في الفيلم قاعد بيعمل لنفسه قهوه وياخد قهوه، او يقول له قابلني في محل القهوه علشان يقعد يشرب ويجي بتاع قهوتك ايه؟ الكلام ده كله قهوتك، كم مره تتقال كلمه قهوه؟ مفهوم؟ اوعوا تظن ان المساله ده بيشتغلوا على عقولنا واحنا مش دارينين. يعني اخونا الله يبارك له قال انا كده ده كده مش هاخد حاجه، ده فعلا اصبت الحقيقه ما تاخدش. لا هم بيضحكوا علينا. الكتاب ده اسمه اون ذا تيك، ده عامله دكتور بعد ما طلع معاش حاطط الدولارز كده في جيبه اهو، الدولارات في الجيب، وبيقول لك الميديسن ازاي بيشتغلوا كبزنس. يعني ما فيش طب بقى ملائكه الرحمه والنزومه اللي بيضحكوا بيها علينا، لا ده بزنس يا جماعه. انا بعمل ذلك، انت لما تيجي تقول انا بعمل حاجه لوجه الله وبعالج ومش عارف ايه، يا اخي انت واقف ضد منظومه كبرى عالميه، اوعى تتخيل ان الكلام ده وهم تحتك مصطنع، لا والله حقيقه. يعني اديكم مثال، انا اشتغلت في السعودي الالماني. المريض يجي يبقى يعمل عمليه غضروف، يجي يعمل حجاب فيلغي الغضروف، ما اشاع من خلاص العمليه، فطبعا اصحاب صاحب يقول لك ايه ده انت هتعمل لي حجامه ب 300 ريال او 280 ريال او بتاع، وتضيع عليا 25000 و30000 هعملهم كان سيرجري ده، انت كده ايه؟ وبعدين احصائيات، ما نخش في الاحصاء. يقول لك لما فتحنا عياده الدكتور امير قعد معانا لمده 3 شهور، انخفض معدل جراحه الركبه كم مره؟ انخفض معدل جراحه الظهر كم مره؟ هو ما يهموش، هو عايز اون ذا تيك، كله عايز ياخد ايه؟ دولارز، صح؟ يعني مش اوعى تعيش بالشفافيه ان انا عايز اخدم البشريه، لا الكلام ده
مش هو الكونفيشن ده اعترافات ميديكال لهيربي. دكتور روبرت ده كاتب كتاب وبيقول لك انا بعترف بعد ما طلع معاش، عايز يتوب ويكفر عن ذنوبه. بيقول لك يعني يا جماعه اعرفوا الاعترافات ده موجود في الثقافه المسيحيه، ان الواحد لازم يتوب بانه يعترف يقر بما فعل. فهنا ده بيقر بيقول لك انا عملت مصايب في الطب مش بهدف ان اعالج العيانين، والله انا هدف كنت ادخل دخل كويس في المستشفى عشان يدوني مرتب ويدوني نسبه في التحويلات. يعني ما احول الاشعه بيدوني 10% من كل اللي رايح يعمل اشعه رنين، انا باخد 10%. اما بروح احول للمعمل بيدوني 5%، فانا من حقي ان احول كتير او مصلحتي عشان اخد نسبه ايه؟ Alternative to Antibiotics. كتاب حلو قوي قوي بيتكلم دكتور جون ماكين، بيقول لك قبل ما نخترع المضاد الحيوي كانوا الناس بياخدوا مضادات حيويه ايه؟ الكتاب ده جميل قوي. ايه المضادات الحيويه العشبيه؟ يعني قبل ما يقولوا لنا دواء مضاد حيوي كان اجدادنا بيتعالجوا بايه؟ ده كتاب حلو. المرحله الاولى في السنه اسمها مرحله معرفه السنه، يعني ايه؟ انا دلوقتي عايز اعرف ان الحجامه دي سنه، فلابد ان انا اعرف ما هي الحجامه. نمرة اثنين العمل بالسنة، أنا بعرف إن اللحية سنة، طب التحي يبقى المرحلة الأولى معرفة، الثانية العمل بيها. المرحلة الثالثة الدعوة إليها. المرحلة الرابعة الصبر على الأذى في سبيل السنة. يبقى دول أربع مراحل السنة. كل اللي هيمشي يقول بعمل حاجة فيها سنة لازم يمر بالأربع ستيجز ليفلز، المعرفة، العمل، الدعوة، الصبر. ما نيجي نشوف الحجامة، أقول الكلام إن إحنا الابتلاء كان شديد زمان، دلوقتي أنت تحمد الله في أبحاث كثيرة وفي كنا زمان أول ما اشتغلنا في الموضوع ده كنا بنعاني. ليه نقول الحجامة من ناحية السنة هي اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الآية دي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام ليس اتباع انتقائي. انتقائي يعني ايه؟ اختار اللي انا عايزه واسيب اللي انا عايزه. لا مش كده. اتبعوني يبقى اتباع كامل. وكلمه الاتباع الكامل في هذا الامر في مجال الطب النبوي بتنبه فينا حاجه. كنت برضه في مناظره كده قلت لهم الكلمه، قلت لهم هل سمعتم ان النبي صلى الله عليه وسلم طوال 40 سنه قبل البعثه تكلم في الطب؟ ده سؤال. سؤال دي نعم. انت هو قرات عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه منذ مولده ونشأته صلى الله عليه وسلم وسفر وعمله في الرعي ثم التجاره. الحمد لله. هل النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في الطب قبل هذا؟ هل قرأتم حديث؟ ما قرأناش وما وجدش. طيب بنقول الله سبحانه وتعالى جعل كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الطب النبوي بعد البعثة علشان يدلل أنه طب رباني من عند الله. خلاص؟ تكوين الشخصية بيتم 18 20 سنة قبل ما شخصيتك اكتملت وخطك في الحياة بيبان. انت لا انت تيجي بعد سن 40 يجيب لك بعثة ويجيب لك معلومات في كل مناحي الحياة جديدة بالنسبة للعرب وبالنسبة ما فيها الطب. لذلك وما ينطق عن الهوى ان هو الا
وحي يوحى. لما نعمل مقارنه كده سريعه ما بين الطب النبوي والطب البشري نقول ان ده طب من عند الله عز وجل، انما الطب البشري من اجتهادات البشر. هو من عند الله ولكن اجتهد فيه البشر. وشتمنا بين ما عند الله ان ربنا الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، عارف الامسجه دي هتمشي بايه؟ الخلايا دي ازاي؟ سران الدم يمشي ازاي؟ هو اللي خالق، لكن مخلوق زيك بيحكم عليه. وذلك ايه؟ يقول الشاعر: ان الطبيب له علم يدل به ما دام في الاعمار تاجيل. يعني طول ما في العمر اجل بيتاخر، الطبيب ليه علم بيدل بيه، يقعد يدل بيه يقول لك اعمل كذا خد كذا. فاذا ما انقضت ايام مهلته حار الطبيب وخانته العقاقير. تنتهي. لذلك بنقول لو الطبيب له علم ناجع واكيد ما كانش في حد يموت. صح ولا لا؟ لذلك لما جه ذو القرنين وبيموت في وصاياه بيقول ايه؟ يقول اذا ما مت، بيقوم كاتب كده وصيه وهو كان من الناس يعني اللي عنده ايه حكيم. قال اذا ما مت، بيكلم وزيره، قال لو مت فلا يحملن نعشي الا اكابر اطباء ملكي. هات اكابر الاطباء كده، الناس اللي هم اللي يشيلوا نعش. قال اذا وضعوني فلتكن يدي خارجة من الكفن فترجرج أمام الناس. طب يعمل وصف ازاي وماشي. وتوضع نفائس ملكي ما بين قصري وقبري، على جانب الطريق كده تحط كل النفائس الملك تترص. فجابوا له كده بقى الناس فقالوا له ولم هذا؟ اقعد بقى، كان يقعد يديهم نصايح حتى وهو بيموت. قال لا يحمل عرشي الا اكابر اطباء ملكي ليعلموا انهم لا يغنوا عني من الله شيئا. الناس تاخد موعظه ان دول الدكاتره هم اللي شايلينه ومدد ايديهم ما عرفوش ينقذوه. وان ايدي تترجرج بيشوفوها طالعه كده من الكفن عماله تعمل كده في الطريق ليعلموا انها جاءت الدنيا خاويتان وها هي تترك الدنيا خاويتان. وتوضع نفائس الملك ما بين قصري وقبري ليعلم الناس اني جمعته كله وتركته كله. عمالين نجمع احنا بس هتسيبه كله هتسيبه. الطب النبوي لا يعرف اليأس. يجيلك مريض يقول لك عندي مرض الفلاني، يقول له والله ربنا قادر يشفيك. يقينا ان الله هو الذي يشفي. صح ولا لا؟ انما الطب البشري كل ما يجي يتكلم يقول لك لا والله ده ملوش علاج، الموضوع ده صعب، ما بيخفش، ما بيعملش. عمال يدي لك حته الياس، يعتنيك الياس. الطب النبوي بيعالج النفس والبدن والعقل، بقول النفس ما بقولش ليه؟ الروح. ان احنا مؤمنين ويسالونك عن الروح، كل الروح من امر ربي. فالطب النبوي بيأخذ بالثلاث جوانب مع بعض. ومؤمنين ان الانسان وحده واحده، ما نجزئوش. الطب البشري عكس كده، تروح تقول له انا ركبتي وجعان، يروح مديك دواء، تتعب معدتك، تروح تقول له انا معدتي، يقول لك لا انا ماليش في المعده، روح لدكتور المعده الهضميه هو اللي هيديك الايه. انا بالنسبه لي طالما ركبتك اتحسنت خلاص، تروح بتاع المعده يروح مديك دواء يتعب الكليه، تروح بتاع الكليه يديك دواء يتعب لك مش عارف ايه، تروح للحاله النفسيه دي. وكل واحد مختص بايه؟ لكن مفيش الطب الشامل. ولذلك الطب النفسي لو اغفلناه واحنا بنعمل الحجامه نبقى احنا مقصرين، انا بتكلم مين احنا؟ لذلك المريض وهو جاي لك لازم تقوي فيه هذا الجانب. ابن سينا كان لما المريض يتعب عنده وحالته تتدنى كان يعمل حاجه اسمه العلاج الايحائي للمريض، يجيب المساعد بتاعه
ويبقوا واقفين ورا ستاره كده يقول له ها كيف الشيخ ابراهيم؟ يقول له والله انا شايف النهارده على احسن حال، والراجل تعبان قوي. بس ايه كانهم بيشوشوا بعض مش ما يسمعوش ضيق المريض، وبعدين يدوا له دفعه ايمانيه. دفعه بالتفاؤل. يقول له هو ما بياكلش، يقول له لا لا ده هياكل النهارده وهيبقى كويس جدا، انا لاحظت ان النبض بتاعه هو لاحظ ولا حاجه، هو الراجل حالته تعبان. نبضه بدا يتحسن ودي مؤشر ان الشهيه هتزيد. وانا على امل انه هيطلب الاكل النهارده من نفسه. يقول له انت متاكد؟ اه طيب. يروح سجنه ومشيه. بعد شويه الكلمتين اللي قالوهم المريض يبدا يقول انا حاسس اني جعان، وهو ايه؟ الكلام اللي هو قالوه له استشعروه. ولذلك ده ان الانسان اللي بيعالج لازم يدي الامل في المريض، الامل في العلاج، الامل. مش تقعد تعالج الواحد عمال انت ايه؟ لا والله ده حاله ميؤوسه منها. ده كده ده من اخطاء الشائعه. وليه قصه انا احب ادي قصص كده عشان تفكرنا، ليه قصه طريفه حدثت معي في امريكا. عندي كان مريضه كبيره مسنه تيجي تعمل جلسات علاج طبيعي في المركز. ففي يوم انا جالس مع لقيتها بتتصل بالتليفون وكلهم بياخدوا مواعيد، فاتصلت فلقيتها بتتكلم بصوت يائس جدا، قلت انا مش جايه يا دكتور. قلت لها ليه مش جايه؟ قلت انا كنت عند دكتور القلب النهارده وبيقول لي انت خلاص حالتك بتتدهور وهتموتي خلال 5 شهور. هم الامريكان عندهم هذا الطبع في الكلام، يقول لها within 5 months يعني انت روحي بقى صلي وتمي وبتاع خلاص انت منتهي. فانا هاجي اعمل علاج طبيعي ايه وركبي انا خلاص. فانا قلت لها ايه ازاي الكلام ده؟ لا لازم تيجي اديني ابني. قلت له تجيبها، لازم تجيبها دلوقتي، ما تسيبهاش تنام وهي ايه؟ يابسه. ورحت متفق مع الولاد اللي شغالين كده في المركز، الدكاتره الصغيرين والممرضه وبتاع، اول ما تيجي فلانه هندخلها على جهاز، في جهاز عندنا بيقعد اسمه باي فيدباك، يدي الوان واصوات وبتاع، كاننا بنعمل لها قياس للايه؟ للفيتال، الحاجات الحيوان جسمها. وبعد ما يطلع اي نتائج تظهر لنا نقول لها ده انت اكسلنت وحياتك زي الفل وهتعيش. خلاص اتفقنا عملنا البرنامج يمشي ازاي. فجت الست داخله بقى قمه الياس، انت جبتني ليه تاني وبهدلتني ليه؟ ما انا كلها 5 شهور وبتاع. قلت لها استني انا عندي جهاز جديد هيحدد لنا الموضوع ده. الدكتور ده هل حطك على جهاز زي كده؟ قالت لا. قلت لها طب نجرب الجهاز ده. ووصل يا ابني الاسلاك وبدات الانوار تظهر والبتاع والاشكال، وتشوف حاجات على الشاشه عماله تعمل لها كده. تقول انتوا بتعملوا ايه؟ قلت لهم بس كلهم بقى داخلين بروفيشنال، يعني مش بيتعاملوا بطريقه مهنيه. طبعوا لي الريبورت، طبعوا الريبورت كله كلام عادي، الفايتال ساينز بتاعتها ايه، النبض كام وبتاع، باصص فيها. قلت لها لا يا ست انت كده خلاص، انا بقول لك اتحدى الدكتور بتاعك، انت ان شاء الله هتعيشي اكتر من كده وكويس. انت متاكد؟ الورق يقول اعملي جلساتك. كملت جلساتها، كان ليها 12 جلسه خلصتهم ومشيت الست. وانا نسيت الموضوع. كان المريض بيبقى قاعد بيعد باليوم. فات 5 شهور باليوم لقيت تليفون جاي لي في العياده. لقيتها بتكلمني تقول لي دكتور صالح يو نو بيتر ذان ماي دكتور، انت بتعرف اكتر من الدكتور بتاعي. قلت لها مين معايا؟ قالت لي انا فلان. انت يا ستي؟ قالت لي انا النهارده عايز اجي لكم ونعمل احتفال بكيك وبتاع. فجايه جايبه معاها تورتايه وبتاع وقعدنا ايه نحتفل. قالت لي انت ازاي عرفت ان انا؟ قلت لها بس برضه جهاز بتاع ده ممكن دكتورك يموت قبل مني، انا بتكلم بعقيده مشيت. فجه بقى السؤال الجميل من واحده يعني دكتوره علاج طبيعي امريكيه. قلت لها انا عايز اسالك، انت عرفت ازاي انها هتعيش اكتر من 5 شهور؟ قلت لها انا عايز اسالك سؤال واحد، هي لو ماتت قبل ال5 شهور هي تيجي تعاتب عليا؟ صح ولا لا؟ عرفت ماتت خلاص، بس انا عشتها 5 شهور بامل، ودلوقتي لو عاشت يوم تاني هي عندها استعداد انها تم. فما رديت لها في الاجل، وده كلام سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم، فمدوا له في الاجل، لازم نمدله. فده الفرق، ان احنا ما عندناش ياس. تفاؤل. تفاؤل.
ممكن بيعالج المريض والطبيب مع بعض. طب ازاي المريض؟ المريض طب النبوي بيعالج سواء حجامه، رقيه، حبه سوداء، عسل، سنسل، كل الوسائل اللي عندنا. لكن يعالج الطبيب من مرضين، مرض اسمه مرض الكبر والعياذ بالله، وده يدخل الانسان النار مش في الدنيا. ان من مات وفي قلبه مثقال ذره من كبر دخل الايه؟ النار. وفي الحديث لا يدخل الجنه من مات وفي قلبه مثقال ذره من كبر. نجد الاطباء ربنا يعافينا واياكم، خصوصا لما يبقى كمان طبيب وسعودي كمان تبقى مشكله، صح؟ يعني هو يبقى دكتور وكمان لما ياخد دكتوراه، يعني هو بس اخصائي، لا ده بقى استاذ. فتجد الانف تتضخم، يعني انت ماشي عامل شعور بالكبر عجيب. في الطب النبوي انت بتكون امام الله في كل لحظه تتصاغر تتذلل تطلب منه انه يجري الشفاء على ايدك. يعني بيجي لك المريض تقول يا رب اشفي الراجل ده، انا نفسي، انا مش حبا ان انت يقول عليك كويس، انت بتعمل اللي عليك وخلاص، لكن عشان يقال ايه؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكبر عند الاطباء مأساة كبرى، مأساة. تلاقيه لسه متخرج وحاطط السماعه وماشي لك في المستشفى وفاتح صدره وتكلمه ومبصلكش ورافع دماغه، خد ماجستير بقى وبقى متخصص اخصائي، تجد صوته اتغير، كلمك باستعلاء عجيب. خد الدكتوراه بقى ما تعرفش تكلمه خالص خالص، ويشرط فيك ويدي لك الورقه وكانه هو الذي يشفي وهو الذي يهب وهو الذي يعطي وهو الذي لا. فعالجناه، الطب النووي بيعالج اول مرض وهو مرض الكبر. ثاني مرض ده من الامراض اللي بتيجي لكثير من الاطباء وهو الاحباطات المتكرره. يجي لك مريض عنده مشكله فانت تقول له اه خد الدواء الفلاني، يروح يقول لك لسه تعبان يا دكتور. طب روح خد، لسه تعبان، خد. يجي لك احباط، تحس ان انت في نفسك الفشل. لكن لما يجي لك مريض وتقول والله انا وانت شغالين على باب الله، لو ربنا فتح لك بالشفاء مش انت جيت لي ثلاث مرات؟ يا ريت بس تلجا لربنا بس في اليوم خمس دقائق. والله هو الشافي يا عم فلان، خلاص. رحمت نفسك انت من عبء انك تبقى ضامن الشفاء للمريض. انا مش ضامن، انا مش ضامن عمري، صح ولا لا؟ الطب النبوي ما فيش فيه اعراض جانبيه خالص. خالص. مفيش سايد افكتس. لذلك ما وجدناش بحث واحد يقول ايه الاعراض الجانبيه للحجاب. مفيش كلام خالص. الاعراض الجانبيه لعسل النحل. لا مفيش. ممكن نقول وسيله تطبيق الحجامه يعمل كده. شرب العسل المغشوش يعمل كده، شرب الخل المغشوش يجيب مصايب. لكن الحاجه الصحيحه ما نجيبش اي ضرر. الطب النبوي ثابت لا يتغير. ربنا يقول على العسل فيه شفاء للناس، يفضل ليوم القيامه فيه شفاء للناس. انما الطب البشري الدواء اللي كنا بناخده في الستينات اصبح محرم في السبعينات، في الثمانينات لا، في التسعينات مفهوم. يعني فين السالفه راحت؟ فين الادويه اللي كنا بناخدها من 20 سنه؟ كلها اتغيرت. ليه؟ انه متغير. البشر بيغيروا، لكن ربنا سبحانه من يغير ولا يتغير. الطب النبوي طب وقائي وطب علاجي. الطب الوقائي هو الاساس. ربنا خلقك في احسن تقويم. عايزك تستمر في احسن تقويم. انت الراجل في الفورمة زي ما بنقول عليه. لكن اذا اعتناك المرض وضع لك ايه وسائل العلاج. والامراض نوعين. نوع مرض قدري ده في الاسلام. يعني يبعت لك ميكروب، يبعت لك فيروس، يبعت لك حاجه قدري. ونوع ناتج عن اثم ذنب فيه كده. الملك يقول في الكتاب الكريم: كلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. فإن أسرفت
انت اللي مشيت عكس القاعده الالهيه. ما تلومش من نفسك بقى، يجي لك مرض يبقى انت اللي ايه؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعده بيت الدم. وانت عمال ده تاكل وتديها حاجات بقى غلط. اما ربنا يقول وكلوا مما في الارض حلالا طيبا، لا انت بتاكل حراما خبيثا، يبقى انت اللي خالفت القاعده صح ولا لا؟ في الايه يقول ولا تعتدوا انه لا يحب المعتدين، لا انت بتعتدي وبتاكل مال الناس ومال الحرام ومال مش عارف ايه. ما هو قال لك حلالا. الحلال مش لازم يعني تاكل الدجاج وبس وتقول ده حلال، لا ممكن تاكل دجاج بس بفلوس حرام. افهم كلمة حلالا يعني ايه؟ يعني حلال العين حلال الذمة. ممكن واحد يجيله مرض انه بياكل اموال الايتام. بياكل اموال النزول، اموال التبرعات، اموال مش عارف بياكل حرام. اموال الميراث، ياكل اموال اخواته البنات، يقول لك دي محتاجة هو مش عارف ايه، انا ابويا اللي سايبني، انا الراجل يروح واكل، هو يستحل لنفسه اكله. وبياكل ايه؟ ياكل كبسه، ياكل كل اكله حلال، يعني من ناحيه حلال العين هو، بس ذمه المال ايه؟ حرام. فاذا بالملك سبحانه وتعالى يامر اجهزه الجسم انها لا تتفاعل مع الحرام. المعده تصور عليك. خصوصا لما تبقى عارف انه حرام. يعني عملوا تجربه الله يرحمه ويحسن اليه الدكتور احمد القاضي عملها في امريكا. جاب اثنين، واحد يعرف ان ده لحم خنزير هو بياكل مستحيل، واحد تاني ما يعرفش. فوجد ان الجسم اما بيبقى عارف ان لحم خنزير او ده خمر وهو بيشربه، والتاني حاطط له شوكولاته فيها خمر بس ما يعرفش، الجسم يتعامل مع اللي عارف بالضرر. الكبد بدا يتاثر لان جسمك من جوه موحد، الخلايا بتاعتك موحده. فما تيجي تدخل لهم حتة لحمة حرام، عارف إن أنت سارقها، إن أنت واكلها مش عارف إيه، ذمتها يعني فلوسها حرام. كأن الجسم عمال يقول لك يا أخي مش عايزين أنت كده، مش هنصبر إحنا على الإيه؟ على الأذى اللي أنت جايبهم. لذلك في الطب النبوي العلاجي أما نمرض نبحث عن الأسباب. إذا كانت أسباب قدرية، واحد مشي وقع على دماغه حاجة، واحد اتضرب خناقة غصب عنه اتزحلق اتكسر، دي اسماء اسباب ايه؟ قدريه. في اسباب نتيجه اهمالنا احنا لقواعد الشرع. حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، لا انا بقيت عارض واجب خلاص. ماشي؟ لا ضرر ولا ضرار، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. انا قعدت اشرب شيشه واشرب سجاير وبتاع، وما جربت انا هنا المرض ايه؟ خلل جيبي هنا. اما نيجي نعرف الحجامه، التعريف الامثل ليها بقول هي وسيله علاجيه، وسيله يقصد بها اخراج الدم من سطح الجلد بعد احداث خدوش سطحيه وجمع الدم في كؤوس خاصة. كده أنا لخصت الحجامة كلها. إخراج دم بس من سطح الجلد، ما ينفعش واحد يقول لي وريد واسحب حقنة، لا يبقى ده مش حجامة. يبقى إخراج الدم من سطح الجلد وسيلة علاجية، يعني إيه؟ يعني مش تخصص طبي. أنا بعمل دي، أنا أتخصص مثلا في الطب النبوي بأخذ بالوسائل الأخرى. خصوصا ان باقي وسائل الطب النبوي تسمى الصيدليه المنزليه، يعني مش محتاجه ترخيص مزاوله مهنه. اللي بيعمل حجامه هو ده الجزء الصعب، ولذلك انا بعتب على كل اللي بيشتغلوا بالحجامه انه بيكسل يقول للمريض ياخذ بباقي الاشياء الاخرى. هو عايز يعمل حجامه فقط، مش عايز يضيع وقت يقول له طب اشرب ميه بعسل، خد الحبه السوداء، يقرا في هذا المجال. اصل ده بيسمى وصفات منزلية، يعني مش محتاجة بريسكريبشن، مش محتاجة روشيت. نمرة اتنين، أربط كلامي مع العيان بالدعوة. بمعنى مريض أنا بسأله أشوف كده هل هو بيدعو مع الصلاة؟ لو لقيته مش بيدعو مع الصلاة
وقال له بقى انت محتاج بس حاجه بسيطه عشان المناعه عندك كده ضعيفه شويه، هتاخد ماء بالعسل بس بشرط الماء بالعسل بعد الفجر مباشره. انا مش عايز اقول قوم صلي، بس هو لو قام ياخد بعد، هو الواحد عشان صحته هيقوم زي اللي بيبقى عنده رحله طيران ما بينامش، صح ولا لا؟ فهو نفس القصه، لو انا ربطته مع دينه اشوف هو ايه المشكله عنده في العبادات. ولذلك ادي لنفسك 5 دقائق مع العيان، اساله شويه ده عامل ايه بقى في الصلاه، عامل ايه في كذا وده تمام والله يكرمك، وانت ما تقعدش ما تنقدش النقد المباشر، ما تقولوش يا عم صلي لا كده لا، انت تقول بقى 7 تمرات ده كلام النبي عليه الصلاه والسلام، هو من تصبح 7 تمرات. التصبح ده امتى؟ اللي هو اقول له الوقت اللي قبل الشروق، قبل الشمس تطلع خالص. يعني يا ريت بعد الفجر على طول اظبط المنبه واصحى صلي كل ال7 تمرات دول، عشان بس انت عارف العين والسحر والسلم والكلام ده ما يجيلكش. صح. طب ليه الحجامه احنا دلوقتي كلنا بنتكلم عنها فيها؟ حد يقدر يجاوب؟ يعني ليه الحجامه دلوقتي الناس كلها بتتكلم؟ من ناحيه طبيه ومن ناحيه اجتماعيه؟ من الاثنين. ليه الناس دلوقتي في هذه الايام كل الناس عماله تقول الحجامه الحجامه ليه؟ اثر التاثير قوي ومباشر وسريع ضد الاضرار. تاثيرها كويس، اتفضل. لانه الان اصبح لدى الناس عدم ثقه بالطب. نعم. علاج الطب بالظبط من كثر ما صار واجه مشاكل. نعم. فاصبح عندهم ثقه لانه وجدوا انه كل قضيه تجاره اكثر من انه هو ممكن يعالج. ما كان مش حاسس بتحسن. يعني نعم. صار يأس من الادويه. نعم. سنة الله يفتح عليك. عدم الثقه في الطب البشري. عدم الثقه. طيب هو بدون الحجامه اليوم ليه؟ لانه اصبح ما يعرف في كل العلوم الان ما يسمى العولمه العلميه. يعني ايه العولمه؟ العولمه هو ان العالم كله يصبح قريه صغيره، لو واحد عطس في الهند يقول له ارحمكم الله في الصين او في اليابان. واخد بالك؟ فلما نيجي نقول الحجامه كانت لفتره في عندنا ما يسمى الحدود العلميه. يعني كل بلد فيها ما يشغلها في نطاق العلم بتاعها. فبينزل دواء جديد بقى كده. مجال العولمة في الحجامة دول زي ألمانيا، دول زي أمريكا، زي إنجلترا، بدأوا يستخدموا الوسائل دي عشان الإجابات اللي انتوا قلتوها كلها، هربوا من الطب بتاع شكا في ان هم بيدونا أدوية غلط، ان بياخدوا فلوس وكل ده. فبدأ كل واحد ينسب العلم لنفسه. يقول لك الحجامة دي أصلها صين. لان في العولمه كل واحد لابد انه يستفيد من ايه؟ من تراث الابر الصينيه صين. فالصين هي اللي تصنع الابره. لو انت جيت عايز تصنعها في حته ثانيه يقول لك لا ادينا بقى ايه؟ ناخد نسبه، ناخد براءه، ناخد توكيل. بيعمل لك وكاله، مش بنسمع احنا كل حاجه عايز وكاله وكاله. انا لو قامت في دماغي مثلا افتح محل سندوتشات عشان اخد اسم ماكدونالد لازم ابعت لامريكا كل سندوتش بيتاكل في السعوديه بياخدوا عليه نسبه كذا هناك اذا كان عاجبك. فلذلك الحجامه كل الحضارات بتنسبها لنفسها. تروح عند اليونان وفي عندنا الطب اسمه الطب العربي اليوناني. في طب اسمه كده يدرس في كل دول العالم الا عندنا في الدول العربيه. اسمه الطب العربي ايه؟ اليوناني. لما دخلت على النت هتجد جامعات تدرس هذا الطب، الطب العربي اليوناني. ينسبوا ان الحجامه ليه؟ نروح تاني المدرسه الشرقيه اللي هي الهند وباكستان والصين كلها تقول لا ان ده ايسترن ميديسن، ده طب شرقي. من الامريكان يقول لك لا احنا اللي جبنا الساينتفك بيزس، احنا جبنا الجوانب العلميه بقى تبعنا. المانيا تقول لك احنا رافضه الطب البديل في العالم بما فيها الحجامه يبقى احنا، فكله بينسب لنفسه. بس دلوقتي لما نيجي دوله زي الصين نقول هي اللي بتتربع لانها بتربط ما بين العلم والتصنيع. نشوف الادوات دي ميد ان ايه؟ تشاينا. ان هو ياخد العلم يحوله لصناعه برودكشن.
الكبه الصينيه بتاخد ابره من عندي، كاسات هتلاقي الكاسات عندي. لكن احنا بنحاول نقول فقط هندرس مين اللي بيستفيد، هم اللي بيستفيدوا. ممكن الدكتور يحترم العلم، يعني انا درست الصين 8 سنوات داخل المستشفيات الطب البشري. نعم. يمارسوا الحجامه والابره الصينيه والعلاج بالاعشاب الصينيه. بص انا كنت ادرس في امريكا 17 سنه، ما في 17 سنه جامعي، ما في جامعي في امريكا الا جامعي اسمه جامعي العلاج، الا وفيها قسم اسمه قسم العلاج الايماني. قسم ده فيه ريتشوال ايراني، قسم ده فيه في راقي مسلم، راقي مسيحي، راقي يهودي، راقي مايوسي، راقي قسم زي اي اقسام المستشفى، في رئيس قسم ممكن يستناني يبقى هندي، يبقى هندوسي، ما في مريض يجري جراحه ويخش يتعالج، ما في مريض يجري جراحه ويخش يتعالج الا اما يرقوه. هل احنا عندنا هذا؟ بقول لك في امريكا اللي هي الطب ميديسن. بالمناسبه انا سجلت حلقه عرضتها على جميع القنوات اللي زواج مالوش سجلتها داخل المستشفى في قسم العلاج الايه؟ الايماني. بقول لك عرضتها على القنوات بما فيها القنوات الاسلاميه ايام ما كانت في قنوات اسلاميه. ما حدش يرد ليه؟ كانت هتعمل تغيير في الجامعة. يعني انت بتروح المستشفى بيقول لك هتعمل، يعني انت بتروح المستشفى بيقول لك هتعمل عمليه كذا، يجيب لك ورقه يقول لك انت عايز الراقي النهارده اللي يجي لك مين؟ في عندنا هنا مثلا احمد ده المسلمين، دول كلهم مشاهير، يعني كل عم شايف في المسيحيين، دول كلهم مشاهير، يعني كل عم شايف في دين. انت كمريض من حقك تختار الراقي اللي على راسك. بالمناسبه دخلت لقيت ست عجوزه كده طالبه، فانا بقول لها ايه؟ انا بحب اضحك، كنت مع العيارين داخل بقول لها ايه انت ناويه تغيري ولا ايه؟ وبضحك معاها طالبه ايه؟ انما دي حاجه بتلفت نظري، في ناس من الدكاتره والمهندسين ما يبصوش في الشيل انت طالب ايه؟ يعني بص العيال عنده كل واحد بص في تخصصه وخلاص. بقول لها انت طالبه راقي مسلم ليه؟ قالت لي دكتور هيز ريدنج القران. تقولها يعني القران دي يعني حاجه ايه؟ بيقرا القران. انا بجيبه عشان يسمعني القران. هذا يقنه ان هذا هو العلاج. يعني وصلت المستشفى اسمها كرايست مستشفى المسيح، يعني طبعا جامع الله. مستشفى كرايست دي وجدت فيها ان الراقي المسلم لو في ميت مات يجيبوه هو اللي يكلم اهل المرضى، ما يجيبوش مهما كانت ديانته. فقول لهم ليه بتختاروا رفع؟ كان اسمه رفع هو اخر ربنا ربي يكرمه. قال له اكتر واحد لانه بيؤثر في اهل الميت هو رفع. فرفع بيقف يكلمهم بالاسلام بس مترجم بالانجليزي بس. كلموا عن ان ربنا هو الرحمن الرحيم وان ربنا رحمته واسعه على كل شيء وانه في الدنيا دي ارض ابتلاء وارض تعب.